الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى ما دسكاله عليه نغسو وافجيي بيت بيدتك سيكمدا أن ديارنا هينا نقذنا فرض فرائش سيكمدا كم أيا فديا ودوينك كم أيا إسكا جيفا إسبت كم أيا إسكا جيفا إسكا هردونا يو كم أيا حنوسن أيسان أهل فرصة إن إلهي سبحانه وتعالى فضل غمانت أيلاذا أصوى وافجيو إسبتال ذا أي جيفان كم أيا مانت إلهي ككتسي يستحوذ عليهم الشيطان أيليه جمع ذا مبنه واجبته انتا صدن إلهي وكاسود أحساري الله وكسو الدورتي وحان اللوبة هنيا هاي مروالبا مركات إسعرق تدادق وكل حجورة عبادة ذي الله سبحانه وتعالى أين أشكر سيد الله سبحانه وتعالى وأتقول الله وتتربي نمعادا إيو فضلك وكسيي إيو أدوما ذي سيوكا صرح دورتي عيار عيار ما هنحبتي في الله مروالبوحة لوبة هنيا هاي قفك مؤمنك عبدا شكورا إنو نخضه أدون مروالب شكرية إلهي سبحانه وتعالى مروالب أولابتا إنو نخضه يعني إنو أغادو مالين مال ما كمت ساعة ساعة كمت وقت وقت يدا كمت إن الدنيا ذات كغوري دونتيد والله سبحانه وتعالى لكل مدونتيد محاكاه ري مركا إلهي مركو كوي ديو أدون كيغيو محاد سوهر مرصتي محاد كجواوي لهذا حبتي في الله خوفك مؤمنك وحال الروائن ودحيو بين القوف والرجاء أصحاب رسول الله سيدا يهيين يا الله إن أتكبخ وأتكعب ستد عذاب تيسي أودنا رجي سيد مركا جندي سحبتي في الله مركا جنس ذن كهلي جنس لوجلي وحيوبا هنتا يشقق نارتنا وحيوبا هنتا يشقق أحبتي في الله موضوع إن ما أنتوا حنقص وقاتي يعني موضوع للي هي تحريض البنين والبنات على طاعة الآباء والأمهات ويلشوا يو قبلها إن لغدير قليو إن أي مركز تي هذا المقلان أو أي أطيعان والدين توذي ما أنتوا حان أرقني والدين توي أوينايان وحيليهن عنقيقي ويلكيقي قبل ذي مقوان كارو مي هذا المقليسو اللهمك بقيسو صلاته مدوكانيسو ميلها سيلتاقان تايدب إيو رفات وحد أركيسا ما أنت كم أي أوينايا مركز إيو والدك حشمد إن شرفت أوليه يا حبتي في الله إلهي سبحانه وتعالى كتابك سونه شاقي وحيري الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله عابد لأنه وحق أبوه الرئيو الله يا إسكاله الله عابد والله سبحانه وتعالى نوحنها وذا جننا إلهي سبحانه وتعالى وحنو راعي مركا وبالوالدين إحسانا لبض والدنا إن وناك لو سميو لو نمريو لو هذا الجلعيو مركا يقول هذا لا ينحتا لو مباهنا إناد إنها كوكوبتي تسكداف وحكا لأحبتي في الله مركا والدك يقول هذا لا لو مباهنا إناد هذا الكوعيلي تسكداف إناد إنها كوكوبتي سيدا إيمان تسميان لليرتا قار سيدا إيمان تسميان قبلها قار أي عاسيين والدين توذي وأن الله كعب سنين إن مرها دا عاسد والد كاقي الله يد عاسد تسوقه صلاة دون تدوكو سون دون تسون زكا دا رب تتبحي صدق دا رب تتبحي هادو والد كاقي رالي وصنكاهن حبتي في الله وحصورا وحمكو ترايا عقوق الوالدين أو حقوقين أي مركز ستنارت سكدا فأيغو مسلمين إلهي سبحانه وتعالى وحكهد لي أيغو قالا إن لو إحسان سميه والعياذ بالله الحمد لله ما أنت أنك والد كيني والد كيسي دلين والد كي والد كيسي إلا إيو حال ديجر تضوفع حدان ترسانو إلا حدان ترسانو بقول فع قال كما سوى دحبحا
تاسيتي إلهي سبحانه وتعالى نوني معيي أبوه قال إم هيلسي مرك ما دام قالوا إنسان هاد أي مسلمين يهين حال جاك باهن يه مرك حق وذحبتي في الله ما أنتم حال لا ضيعي والدين تمحي وينا يعني ما أنت محان هلاي انتين لقاها يستاء وآخر زمانك مركز دحبتي في الله آخر زمانك وحد أركيسا عرورتي وحما مقلان هدات رادد هدى الله كبه هدات رادد انتو كوب ايغو وحقليها يعني الله وأقانا ما هذا الله كبخذت ما بسامين يسب قلبك يا أتكاضي قلبك يا وسقوي وحاكب وحؤن كليا محيه حب الدنيا الدنيا ذا نيتج عيلك إذا كبوح آخرة وال إلوي إلهي سبحانه وتعالى وال إلوي دينتي ملبرنين قفكي صلاديسي ما يقانو سونكيسي ما يقانو وحد أركي سامركا سيدة عبادتيسي أي صح كنقري هدو إلهي سبحانه وتعالى عبادة ذي كوها جيو قلبك أقو حال سوكي لنا إن أتونا قطد والدين تاذي باري حد يكون نولي هنا نتباري ونقطد حد يجري يودين نتباري ونقطد وابا عجيب وهذا يقول نول وابلا قرته أيغو جيري يوديس دين باري ونقنا أيغو جيري يودين باري وحات ونقنا إسا صاحب كودي أي حريرين جرين ناد حرير سالة غاروا حدو ويل حدو آبؤو أها إنا أذير نهضا لغاروا حد يهي هورير إهد إنا هورير أوو عدا لغاروا سيسان أو إلوين مركا قفكا سيتي قفكا مركا دونك أي كورد عفتينو يهي ولد صالح إنو يهي حبتي في الله وحاركينا مركا إلهي سبحانه وتعالى قرانك سو كليه قل تعالوا نو محمد وحد كتر هذا كالي أدتك أتلو ما حرم ربكم عليكم أن إذن شيئو الله وحو إذن كحارمي دشيني إذن كحارمي ألا تشركوا به شيئا إن هذا وحل وذا جنين الله سبحانه وتعالى وحرام إن الدعو أمام حال نجري وسائل الله أوليه عدك لنا بصو مرتد وحرام إن إلهي سبحانه وتعالى أتشريك يجد وحرام حديد إلهي سبحانه وتعالى أتشريك يجد الدنيا ذكر كذي حرم الجنة عليك يعني حرم الجنة عليك جنة ذي حرام كان قنس ما أورنس ما أدقونس وآية هي حقي الله ذاك صوب حديد محاكلة للرعسيي وبالوالدين إحسانا إيوه لوضع والد إحسان أسمي فالآية الأولى مع آيات فيها آيات كوان آيات أي كدو إيمانا كهدلا إيمارك حقوق عشرة طبعا حق أي كهدلا إينا إذا كدو إيمانا آيات دي هوري آيات لوادنا وحا أيضا إيمانا بعد جيدي طبعا دردارا وإلهي سبحانه وتعالى هنا لدردار ما يحبتي في الله تنمرك وحي دليل أتهي هذان وهذان دليلان وغيرهما من الأدلة كثيرة تنمرك وحي دليل أتهي أحبتي في الله حق والدك أوليه أي واجباتك الله سبحانه وتعالى بعد جيسي هو الحق الوالدين نويه مركا والدك أجي لو ذا والد إن هذا المقصد أو أطيعين إن مركا سيتي أويه أي حق لواد وأنا لبها يا حبتي في الله وحارجزا وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحير مركا قلت حنقير يا رسول الله أي الأعمال أي العمل أحب إلى الله عمل تلو وجع البدن يا الله حقيسي عمل لصميو أعماش لقبته حال وجع البدن يا أصحاب رسول الله ويوي دينجرين وحد أركيسا بحثي سمين جرينو وعلمي جي باري جرين ما أنت أنا وابك حشوناب ما أنت إنان علمي ويديو مسألة إيه وررسن إنان ويديو إمامكي وذاتكي ماشنو هاي إنان له ورمسألة ذا محيطة معلمينتي وذات ذي شيخ ذي إن لويديو وابلغ حشونا سو مالي أنا نبكين وحوية هاي وان ذات شيء أنا نبت وان ذات شيء وح والبو أنا قنانك وح نقبت بادي مالي وح والبو وان قنا وان ذات شيء أصحاب رسول الله نوي ويدين جل رسولك سيمركا سيتي وقادان فضلك يو أعماش وفضل بضان لقبته يوميا محيته مركا مركو ويدي صحابك رسولك مركو حويري أعماش اللو جعلان بدن يو الله إنو سميا وحيته الصلاة على وقتها صلاة إن وقت كيدي اللو تكتو صلاة إن وقت كيدي اللو تكتو والوليتا وحاركي سام ما أنت خار أفر لي تكتان ما بدك تكتان شنط محال عاي صلاة سوح ما بلا سوق كعب
oo habeenkii yadana waxa lagu mashquulsan yahay mobile, TikTok, WhatsApp, Facebook, maxaa la dhihi jiray Twitter, YouTube, suu ugu mashquulsan yahay 9 saac 8 saac, suu wax u shukaaminayo, waxaa laga yaabaa marka 10 saac inuu hurdo. Siduu usoo kacaa marka salaadi? Salaada subax haddii loo imaado sida salaada jumcaha oo kale, marka ayay gaalada naga baqaya. Laakiin intiiba salaad subax haaf safkiisi lagu tukana iyo 10 qof iyo 20 qof oo imaanayso, oo xaafadiina wada buuxdo, oo dadkiina wada jiifaan, ma laga yaabo gaal inay naga heebeysato. Waa nool ku jeesteenayo madaxana laga garaaca weliba. Marka salaad inaad ku dukatid waqtigeedii, waqti aan ahaayo xibati fillah, waqtigii aad u cariiru ah, salaad inaad ku dukatid waqtigeedii, uma ay markaa uu weydiiyey wuxuu yidhi, maxaa ku xiga marka? Waan gartay taa salaad inaan waqtigeeda ku dugto Rasuul Allah, waan gartay, maxaa ku xiga marka? Markaasuu wuxuu yidhi Rasuulka, albirru birrul waalidayn, lawadaadii waalid inaad u samaysid markaa ixsaan. Lawadaadii waalid inaad u samaysid ixsaan, inaad u samaysid ayaga xibati fillah. حديث قال مركا وحد أركيسا جاء رجل إلى رسول الله صحيحين كوكوريا من حديث أبي هريرة صوبت وقت جاءت عريروة وحولية مركا رسول كيد صلى الله عليه وسلم صحابي أبي هريرة وحولية هي نمبا إماذي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمبا رسول كي الله أيو إماذي مركا أيو حكير من أحق الناس بحسن صحابتي يا دتك أقول محال ديجر وحق نمبا ذن إن الله صاحبه أن وناجيو أن هجاجيو هذا لا ضو نمريو أن إندها كوجوين أن مذا حوس كجيو يا وحق نما بذا المركا واحد أركيسا من أفضل الناس من اعتنى صحابة يا المركا سيتي أن خيمية أن قدرية صاحبة النمديسي ما أنتو حلقة يا وا صاحبة النمذا إني كوجوين تهاي يركا درس كاجيا صاحب كاجي iyo waalidiintaadi maanta waxaad qiimo siisaa adiga laga yaab saaxiibkaaga mana ka wadi saaxiibkaagi uu xun yahay oo saaxiibkaagi ka goo cul ka qaado haduu xun yahay asaga qofka daarabtid inaad fiirisid inuu wanaagsan yahay saaxiibkiisa eeg asaga ha ku mashquulin asaga iska dhaaf saaxiibkiisa eeg saaxiibkiisa duu xun yahay asagana farba u laabana uu xun yahay saaxiibkiisa duu xashiish dhuuqaayo asagana waa lagu jiraayo iska ilaali saaxiibkiisa haduu jaadka cuno asagana waa la hayaa marka iska jir marka aad qofka saaxiibkiisi ayaa lagu miisaamaa marka saaxiibtinimadaadii waxa la rabaa inaad la saaxiibtid waalidkaagi sababtoo ah rasuulkeena wuxuu leeyahay saaxiibtinimadu waxa markaasaytii ugu wanaagsan inaad la saaxiibtid waalidkaagi waalidkaagi ayagii inaad hadal maqashid ayagii inaad ku dayatid ayagii inay ku noqdaan khudbadaadii xasan haddii taa dhici way saaxiibati fillah إياك إياك أيها الغلام ويل يهو دكتونو الله كبق الله عقابتي ساقو قوان تونتو عقوق الوالدين وحد أركيسا أكبر الكبائر تمركو رسولك وكهد لاي وحوير ألا أنبئكم أنقصوك بقبئي حديثك ألا أنبئكم إذن شيغا أيوي رسولك بأكبر الكبائر دنوبتك وأواوين دنوبت موبخاتك هل استاء oo qofka naarta geeyneeso ma idin sheegaa ayuu yiri qulna markaasa waxaan niri bala ya rasuulallah bala dad culimada markay macneeyaan waxay dhahaan nacam way ka xil dheertahay ha noo sheeg way marka ayagoo diyaar u ah inay dhageystaan noo sheegun kaliya maaha inoo sheego waan ku dhageysanayna rasuulallah noo sheeg marka markaasuu wuxuu yiri qaal al ishraaku billah inaad ilaahay wax la wadaajisid ilaahay subxaanahu wa ta'aala إن أدو حلوة جسد تنوى نمبر وان وعقوق الوالدين إيو مركزيتي لوضع ذي والد إن أتعاسسد وأكبر الكبائر دنوب تقوى وين وان مركز صحابي قحو ليه فجلس رسول كوافر يستي وكان وحوءها متكئا مدحوغة تنتيكسن أيوها يعني وحو مركزيتي كنت تنتيكسن بركين انتو صوفر يستي أيو وحو يري ألا وخول الزور ألا وخول الزور وحايدين كغديغا وير مرك هذا الكبينتا بينتا لسكوكو مرخاتي كعاي هيوه لامانتا بحر جلنا اي مرخاتي فرادي انكليا إلهي لغا بقين رسولكو واسوفر يستي ووكو عل عليي
فما زال يكررها موسى كزول إن وقع العلنا وقع العلنا حتى قلنا إلى أن كرهنا أنجي سحبت حيلين إلى أن كرهنا ليته أسقى ونحى يا رسولك الله مو إسكا أمس الله مو إسكا أمس أرجع حبتي في الله وقت جاء عريروا والدين تمان توي أوينايان والدين إن لورد مريو إلهي إن لقبقه والدين تلور نحريستو والد كعمش وكعلي إن أتكهرتيد وحي حما أتكهرتيد ما هن والد كعجي وح فنكسن وكعلينا ألا وصلوا وسلموا كما أمركم الله بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأرضي اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وآخر السلام.